السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير في صحه جيده. رجعت لكم فيديو جديد تحت طلبكم الفطير المشلتت. ان شاء الله غادي يكون بكل اسراره بطريقه جد سهله، بطريقه ما تخطرش على بالكم وبدون تعب، وطريقه ناجحه 100% واكيد غتعجب رجالكم، خصوصا اللي متزوجين مصريين او حتى يعني المغربيات، يعني حتى هما سولوا بزاف على هذه الطريقه. ف كما عودتكم دائما كنحاول ان نجيب لكم طرق اللي هي سهله وفي نفس الوقت تكون ناجحه 100%، واللي ذاق شي حاجه اكيد غادي تعجبو، واقتصاديه، هذه اهم من اي حاجه. فكما كتشوفوا هنايا الفطير المشلتت، ها هو بالحموش حمو كما كنقولوا، يعني بالشكل اللي متعودين نشوفوه في الافلام المصريه، ولكن غادي يكون خفيف على المعده وماشي مزيت بزاف. فان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من تشجيعاتكم من اللي لايك ديالكم قبل ما تبداو الفيديو، خليوا لي واحد لايك باش نعرف انه يعني راه عجبكم هذا الفيديو، واكيد من التعاليق ديالكم اقتراحاتكم، ويا ريت يا ريت يا ريت بارطاجيو الفيديو هذا او اي فيديو كتشوفوه مفيد في القناه. المهم هنا البنات، بالنسبه للمقادير ديال الفطير المشلتت، غنحتاجوا الزبادي، غنحتاجوا القشطه يا اما ديال المنزليه يا اما القشطه اللي كتباع، وغنحتاجوا الزبده دايبه، وغنحتاجوا الجلاش او لا ورقه الفيلو اللي كتكون فريش. هادو هما المقادير، ما غنعجنو، ما غنديرو طحين، ما غنديرو حتى شي حاجه. بالنسبه للزبده، بالنسبه للزبادي وداكشي، دابا كتشوفوا جوج جوج من الحاجه، لاني انا غادي ندير جوج جوج فطيره ديال الكلاش. نتوما ديروا غير زبادي وحده اولا دانون مسوس، غديروا الزبده تقريبا، يعني غادي تعبروا بداك الكاس ديال 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 الزبادي. هنا بالنسبه للزبادي اللي عندي هنا، انا تقريبا كيساوي جوج دوك دانونات ديال المغرب، لانه انا عندي هذا الحجم الكبير. صافي، كما قلت لكم الزبده تكون دايبه، تعبروا بنفس القياس يعني اللي غديروا به الزبادي. والقشطه، بالنسبه لهذه القشطه الطريه، غادي ديروا شويه ديال القشطه الطريه ضروري، ويا اما ديروا ديك اللي كنجمعوا من الحليب، من وجه الحليب من الفوق. المهم انا هنا كان عندي واحد شويه ديال هذه اللي كما كتشوفوا غطاء اخضر، كنجمعها من وجه من داك الوجه اولا من الوش ديال الحليب. هذه هي اللي كندرت بها الزبده بلديه. صافي البنات، المهم هنا كتحركوا. بالنسبه للزبده غتشوفوا كثيره كما قلت لكم، لاني انا غدا ندير جوج فطيرات ديال الفطير المشلتت. نتوما غديروا الزبده على قد المهم داكشي اللي غدا ديروا اولا وحده. بالنسبه للفيلو، غدا ديروا اللفه كلها تاع الفيلو اولا اللفه كلها تاع الكلاش. بالنسبه لها الطريقه البنات، ماشي يعني ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم هذه طريقتي، هذه شفتها شحال هذه في واحد القناه ديال واحد شاف مصري، فجربتها شحال من مره وقلت نشاركها معكم، لانه كما كنعرفوا صراحه هذا الكلاش شويه فيه التعب، شويه فيه العجين وسرح ولف ودهن، غير انه دهني كيكون دهني يعني بزاف. فلهذا البنات، هذا الكلاش او هذا الفطير المشلتت كيجي غزال، كيجي ناشف من الزيوت، ما كيجيش فيه الزيوت بزاف، كيجي خفيف على المعده وما كيضرش في المعده، او لما كي يعني ما كيسببش لنا انتفاخ في المعده. غادي تجربوا وغادي تدعوا ليا اكيد اكيد البنات، وغادي يعجب رجالكم ان شاء الله وحتى ضيوفكم، لانه انا ضيوفي تسطاو علي ما نكذبش عليكم، يعني ما عرفوش باش مصاوب ولكن عجبهم بزاف وكان خفيف على المعده صراحه. فالمهم كما قلت لكم البنات، كندير هاد المكونات كلهم كنخلطهم صافي، وكنجيب صواني ديالي احسن يكونوا دائريين باش يعني بقى عندنا داك الشكل اللي هو ديال الكلاش. هنايا زدت انا واحد شويه ديال البيكين باودر، شويه ديال البيكين باودر هكذا يعني كتنفخ لينا شويه داك العجين هكذا وكتخليه يطيب. بالنسبه للدور ديال الزبادي في هذه الوصفه، هذه الزبادي هو اللي كيخلي لنا داك الفطير ديالنا رطب، يعني هو اللي كيرطب لنا داك الفطير ديالنا وكيجينا كاننا دايرينه بالعجين. واشنو اخر؟ المهم صافي، هادو هما الاسرار ديالو. والكلاش طبيعه الحال لازم يكون طري، لازم يكون فريش البنات باش هاد الوصفه تنجح لكم. بالنسبه في مصر، الكلاش راه كيتباع في المخابز، غادي تلقاوه كيتباع. بالنسبه في الدول الثانيه، ورق الفيلو غادي تلقاوه موجود في
في سوبر ماركت، في كارفور، اكيد في الاماكن اللي فيها المهم المواد الغذائيه. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم هنا غادي ندهن الصينيه ديالي بشويه ديال الزبده اللي ذوبنا في الاول، اولا بشويه ديال الزيت اولا اللي بغيتو. بالنسبه لاخواتنا المصريات فهذه هي الطريقه ديال يعني ديال الفطير المشلتت، فيها الزبادي، فيها القشطه الطريه، وفيها الزبده دايبه اولا السمنه دايبه، وفيها الجلاش اللي كيتباع في المخابز. فقط يعني مره البنات غنحاول اني يعني نوضح الكلام ديالي اولا نشرح الكلام ديالي في هذه الوصفات بحال هادو، باش اخواتنا المصريات وحتى من الدول الثانيه يحاولوا انه يفهموا علينا يعني شويه من الكلام يعني المغربي، ويحاولوا لانهم كيبغيو يجربوا وصفاتنا المغربيه وما كيفهموش يعني الكلام ديالنا. فمره غنحاول هكذا ندرج اولا نتكلم باللغه البيضاء على اساس انه يفهموا لغتنا. فصافي البنات كما قلت لكم غادي ندهن يعني الصينيه ديالي بالزبده، ومن بعد هذا باش غادي نبدا نوريكم الطريقه كيفاش غنديروا هاد الفطير. المهم البنات بالنسبه للطريقه، كنجيب الصينيه اللي دهناها بالزبده، كتجيب عندي الجلاش اولا ورق الفيلو، كنسرحوه هكذايا يعني وكنغطيه باش ما تنشفش ليا الورقه. بعد ذلك كنبدا نجيب ورقه بورقه يعني كنديرها على شكل هكذا المهم المثلث. انا هنا عندي شويه ديك ورقه ديال الكلاش واخا ماشي تلهي ولكن كانت زوينه الصراحه يعني خرجت لي زوينه. نتوما حاولوا دائما تجيبوه يكون فريش، هذاك الشيء اللي قلت لكم فريش كيساعد. المهم كتحطوا اول ورقه كدهنوها بالخليط اللي درناه مع بعض اللي هو الزبادي القشطه والزبده دايبه، وكتخليو شويه ديال القشطه باش غادي ندهنوا بها الوجه من الفوق. المهم هنا كما كتشوفوا كنديروها على شكل يعني الورقه كداك داك القنيط هي اللي كنديروها في الصينيه، والباقي كنخليوه برا. من بعد غادي نرجعوا صافي كنبقاو مكملين هكذا، كنزيدوا كنديروا ورقه اخرى كندهنوا بداك الكريمه اللي درناها اولا بالخليط اللي درناه، وكان نكملوا على هذا الشكل. المهم حتى كنديروا واحد ربعات الورقات، وعاد باش كان يعني كنكملوا الطبقه الثانيه كنديروا عاوتاني ربعه حتى كنكملوا كل شيء الكميه اللي عندنا. المهم كما قلت لكم البنات صافي حتى كنكملوا كل شيء الطبقات اللي عندنا، عاد باش كنبداو نرجعوا. ما تخافوش واخا يكون عندكم هذا الجلاش اولا ورقه الفيلو مقطعه شويه ماشي مشكل، غير حطوها يعني كانكم كتحطوا اوراق عاديه. المهم غطيو بها ديك الطبقه الثانيه ودهنوا مزيان يعني كل ورقه تحطوها دهنوا مزيان داك الراس ديالها، وخليو داك يعني ديك البقيه اللي خارجه خليوها برا. كما كتشوفوا انا هنا كان عندي مقطع بديت كنحطو حتى هو عادي يعني ما تخافوش منه، راه كلشي غادي يطيب وكلشي غادي يجي زوين. المهم غير دهنوه بديك الكريمه، لانه كما كتعرفوا الفطير المشلتت راه كتكون فيه طبقات ديال الزبده طبقات. المهم هنا بعد ما كملت كلشي غادي نبدا نرجع داك الورق اللي كان عندي على برا، كنبدا نرجع اللي يعني اللي وحده بوحده هكذا يعني بالتناوب، وكندهن كنرجع ورقه وكندهن وكنرجع عاوتاني الثانيه هكذا وكندهن حتى كنوصل هذوك اللي لتحت هما اللي بديت بهم هما الاولين، عاد باش كنرجعهم حتى همايا. وكما قلت لكم راه كنخليو ورقه من هذا الورق الفيلو اولا الكلاش باش كنغطيو بها الوجه من الفوق باش يجينا يعني الشكل ديالو زوين باش ما يبقاش عندنا هذاك الاوراق باينه. صافي كنتمنى تكون الطريقه يعني مشروحه وتكونوا فهمتوا الشرح ديالي. فكما قلت لكم فاش كنبدا نرجع الاوراق كما كتشوفوا كنرجع وكان يعني وكان كندهن بداك الخليط.
المهم هنا البنات بالنسبه صافي دخلت كل شيء دوك الاوراق اللي عندي كما قلت لكم، خليت واحد الورقه وحده باش هكذا نديرها من الفوق باش نقاد بها، يعني يجي عندي شكل ديال الوجه هكذا مستوي، ما يجيش عندي يعني هذوك التنيات ديال الاوراق اللي كنت كندخل. فصافي كتي اما كتقطعوها من جوانب اما كتدخلوها تحت بحال شكل كما كنديروا البسطيله، دخلوها بحال هكذايا من تحت صافي، وكدهنوها بداك الخليط اللي صوبنا ديال الزبادي وديال ديال الزبده وديال القشطه، وكما قلت لكم كنخليو شويه ديال القشطه ديك البيضه القشطه الطريه اولا القشطه ديال المنزل كندهنوا بها شويه الوجه، لان هذه هي الطريقه الاصليه اللي كيديروها في الفطير المشلتت، كيدهنوا دائما الوجه بشويه ديال القشطه باش يجي محمر ويجي فيه داك اللون ديال التحمر. صافي وهكذا كيكون جاهز عندنا، كندخلو الفرن كنخدمو لتحت، هو الاول حتى كيتحمر كتردو ليه البال لانه بسرعه كيطيب وكيتنفخ، شوفوا كي كتنفخ تبارك الله، هذه علامه انه يعني كيطيب من الداخل وانه ناجح. صافي ومن بعد كنشعلو عليه الفوق باش يتحمر لينا وباش ياخذ المهم ياخذ الوجه. واحدة من الاسرار ديال هاد الفطير المشلتت انه كان ملي كيخرج كنرشو عليه واحد جوج حتى ثلاثة ترشات ديال الماء باش يطرى لينا وباش ما يجيناش ناشف، هذه واحدة من الاسرار ديالو، ما غاديش يأثر نهائيا او غادي يجي معجن او شي حاجة نهائيا، لانه كداك المهم داك كيكون مازال قاصح. بعد ذلك واحدة من الاسرار ايضا كنغطيو بواحد البلاستيكه ومن بعد كنديرو زيت، بزاف ديال البنات قالوا لي ما تبقاش تغطي بلاستيكه ومن بعد ديري منديل. هاد الطريقه هذه ملي كنحاولوا ان نرطبوا شي حاجه اولا نطريوها، فالمهم يعني كنغطيو ببلاستيك ومن بعد ذلك كنغطيوه بمنديل، كنخليوه واحد شويه كنخليوه واحد ربع ساعه حتى نص ساعه هكذا، كنخليوه حتى كينزل عندنا ويبرد ويطرى مزيان، عاد باش ديك الساعه الا بغينا نقدموه كنقدموه. صدقوني البنات كيجي شي حاجه اللي هي طوب طوب وكتجي واعره، وكيجي اللون غزال ما نكذبش عليكم والله، ما تشبعوا منه. فين يبان المسماد ولا فين يبان الملوي ولا فين يبان شنو كنسميوه هذيك المشيروطه صراحه كيجي بزوين البنات، كنتمنى تجربوا انتما يعني لا قدامكم، وغادي نوريكم الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي، وكما كتشوفوا ما كياخذش وقت نهائيا، ما كاين لا عجن ما كاين لا ما ما كاين لا لوي، لانه هذا متعب 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 البنات باش ديروه، فكما كتشوفوا كيجي رطب من الوسط وكيجي طري وكيبقى معكم مده. يعني انا هذا الفطير هذا قدمته لضيافي تعشاو به وبقى لي عاوتاني عاود درتو قدمتو في الصباح وبقى حطيتو في الثلاجه غير لتحت، ومن بعد ذلك خديناه معانا. المهم من بعد غادي نقولش لكم دابا فين خديناه معانا، خديناه معانا وبقينا كان يعني كناكلو فيه تقريبا يومين، وكان كنسخنوه وكنردوه للثلاجه وكنرجعو نسخنوه. ما نكذبش عليكم ما تشبعوش من البنات، شوفوا التوراق كيفاش كيجي وشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، الصراحه شي حاجه اللي هي غزاله وشي حاجه ناجحه 100%، كنتمنى تجربوها البنات، وهذا بغيت نوريه لكم من قد وهادشي اللي كان في الفيديو في النهار البنات، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى نكون لبيت الطلب ديالكم، وكنتمنى تنتمايا دعموني وتشجعوني وتخلوا لي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع اصحابكم وتبارطاجيو حتى القناه. فان شاء الله قناتنا هكذا تكبر، وان شاء الله بدعمكم وتشجيعكم هكذا نبقى يعني دائما ننزل لكم الفيديوهات. مهم هادشي اللي كان في الفيديو، كنتمنى يعني ينال اعجابكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما تنسونيش من تعاليقكم، ما تنسونيش من تشجيعاتكم، ما تنسونيش من اقتراحاتكم، وتسناو الفيديوهات اللي جايين ايام جايه، غادي يكونوا شي فيديوهات اللي هما واعرين بزاف. فمع السلامه ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي.